حبي المختار يا ناس. العتيق أحد أقدم المساجد هنا في قلب مدينة تيارت، جامع جميل جدا، الزائر يجب أن يأتي هنا يصلي ركعتين ويكتشف جمال هذا المسجد. وراح يستنى فيه الشيخ. الشيخ السلام عليكم. السلام عليكم. كيفكم شوية؟ لاباس. لاباس الحمد لله. بخير. لاباس. أنا في أقدم مساجد مسجد العتيق هذا فولي عبد القادر بن حميسي. أقدم مسجد في تيارت هنا. وش من عام تقريبا؟ 1870. حوالي قرنين؟ قرن وبعد 50 عام ولا 50 عام. هنا كامل ناس تيارتي. إيه؟ كان هنا يجمعهم كامل، كان هنا يجمعهم هنا واحد الوقت راهوينا ومشاركين فيها العروشات كما يقولوا العويسات بني مديان. فيه بزاف فيه قبائل بزاف. قبائل اللي كانت هنا زمان في القبائل اللي كانت هنا زمان هما اللي متى. الله يبارك شيخ، بارك الله فيك. احنا هذا مسجد العتيق احد اقدم مساجد مدينه تيارت، هو يسموه فقولي عبد القادر بن حميسي العتيق. العتيق هو منه قديم ديروه العتيق، كان الشهيد فقولي عبد القادر بن حميسي راه مكتوب في الحيط له. صح، يعطيك الصحه بارك الله فيك الشيخ. انا خليكم مع هذه الصور، انا حنتجول شويه في المسجد لانه فيه سكينه وطمانينه كبيره. هاي ثم الله يفتح عليكم. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا متابعي قناه التلفزيون الجزائري في برنامجكم البنا في التحويسه. تحويستنا الخفيفه والظريفه في وسط مدينه تيارت كملت، لكن الان مع بنا جديده وطبق واحد اخر معروفه به بزاف ولايه تيارت واللي هو طبق برزقان. وش هو برزقان؟ كيفاش يحضروه؟ معايا الشيف يمينه. شيف يمينه كراكي دايره شويه؟ لاباس الحمد لله. بخير. مرحبا بك سي زوبي. الله يسلمك طول عمرك. طبق برزقان، واش هو هذا الطبق؟ كيفاش يتحضر؟ كيفاش يسموه هنا في مدينه تيارت؟ احنا برزقان طبق تقليدي معروفه به تيارت بزاف، نديروه في كل المناسبات. صح. خاصه مناسبه الافراح وضيوف، كيجونا ضيوف من البعيد ولا من مدن اخرى نديروا لهم البرزقان تاعنا. وكالي يقولوا له برزقان غير في تيارت، كالي يقولوا برزقان، كالي يقولوا له رفيس. صح. وكالي حضره بالفطير، كالي يقولها مغيز، كالي يقولها الحرشه، كالي يقولها كل واحد كيفاش يقولها. كالي حضره بهذه، كالي حضره بالمسمن تاع الطاجين. صح، مسمن الطاجين احنا نقولوا له المدلوك في مدينه تيارت. تيارت يقولها المدلوك. واش هي المكونات تاع طبق برزقان؟ يتكون من الفطير، هذه اللي دوك نحضرها. المكونات تاعها تتكون من السميد، نديروا فيه ملح، نديروا فيه اليدام، كالي يدير زيت، كالي يدير سمن، كالي يدير زبده، كل واحد والاختيار تاعو. وكالي يخلط يدير سمن وزبده، سمن وزيت، زيت وزبده. بس نديروا الفطير هو الاول، نخبزوا ديك العجينه تاعنا، نطيبوها في الطاجين. صح. ومن بعد نرجعوا
تكون فتوها نفتوها هكا صغيره وبتيدي هكا ولا صغيره ومن بعد نجيو نحضروا التمر وحده ثاني نديروا له التمر هذا الغرس التمر الغرس هاوينا خاص بالبرزقان ما تقدرش دير التمر واحد اخر في البرزقان لازم هذا التمر تاع الغرس هو اللي نديروه في البرزقان. يلا نبداو احنا باش نبداو الحاجه الاولى نبداو بالعجين نحضروا العجين هو الاول صحة. ندير كميه تاع الدقيق هنايا دقيق ندير غير شويه ندير الملح ندير شويه تاع الملح باش ندير شويه زبده شويه زبده هذه ذايبه وندير شويه تاع الزيت غير شويه شويه ونبسس هذاك الدقيق تاعي نبسو نبسه مليح من بعد ندير له نعجنو بالماء ينبسس كاع مليح كيما هكا. برزقان من الاطباق المعروفه هنا في تيار بزاف معروف هو كامل العائلات يديروه برزقان كما كنت تحكي لي كل العائلات يديروه في المناسبات خاصه في الاموات حنايا اليوم الاول اللي موت الميت فيه في بعد العشاء من بعد اللي نديروا العشاء هذاك نديروا هذا الطبق تاع البرزقان بعد نرش بالماء باش نلم العجين تاعي صحه وانت ديجا راكي تحضري فيها وعندنا عجينه راهي واجده. واه هذيك عجينه هذه هي هكذا راهي واجده وجدتها مسبقا. شغل نلموها شويه. تسمى لازم تعجنيه مليح مليح. شويه غير نلموها وخلاص ما لازمش نعجنوها كاع. باش تولي كيما هكا. باش تولي كيما هكا. انا هذه الصايني لميتها هذيك راهي ارتاحت راهي مليحه هكا راهي واجده تقريبا تقريبا هكا راهي واجده دوكا باش نخبزوها مكانيه نخبزها على الفوندو تخاور شوف هذه نخليها صح نستعمل هذه اللي راهي هذه اللي خليتها ريحت خليها راهي ريحت لي وكاع وشربت لي هذاك الماء تاعها والاخر نخبزوها نرقوها شويه نديروها الاخر تاعها حوالي سنتيم ولا باش تكون رقيقه باش ما تكونش خشينه بزاف صح ما تجيناش معجنه حنا لما تدلكيها بهذه الطريقه ترميها في النار واه نديرها في الطاجين هذاك في الطاجين ورينا نشوفوا في الطاجين لانه انت جهزتيها من قبل انا جهزتها من قبل تولي كيما هكا عندنا الكاميرا باش نشوفوا كيفاش تولي تولي هكا فطير تولي هكا الفطير هذه الفطير بعد الفطير هذا واش ديري له نجيب الاخر تاعنا يعني هذه دوكا نحطها بعد نواصل العمليه هذه صح تقدر تجبديها شويه معليش جبديها في غرضك تما اي الله كيفاش ديري هنا حنايا نجيب فتت كيما هكا ندير شوي شوي هكا فتت هذا هو التقطيع تاعها يكون هكذا نديروها غير فتات فتات كيما هكا وكاين هذاك الرفيس اللي يقولوا له رفيس شكون يفتوها اكثر على هكا يفتوها لا هنا في البرزقان يكون هكا يكون غير هكا بالرزقان ومن بعد كي نخلطوا ومن بعدها تحضرين بعدها مباشره نحضر التمر والتمر هذا هو اللي راه امامنا التمر هذا راني منقيته مفوراته لا لا غير منقيته بركة صح نغسله نشله نغسلها مليح ونرجع نديرو في الكسرونه هنايا مثلا ندير كمية صغيره باش ما ندير كمية صغيره باش حتى المشاهدين تاعنا يتعرفوا على الطريقه البسيطه تحضير هذا الطبق التقليدي بالرزقان ندير التمر نكون شللته وغسلته صحه ايا ندير عليه هذو لي زيبيس هامينا واش كي دايره كامل واش كامل هذا حرور كحل وهذيك الفلفل الاحمر وندير عليه كميه من البصل. البصل علاش البصل؟ باش يعطي هذيك البنه وفانيك باش شغل اللي ياكل ما يتقهمش ياكل صح بلا ما ينضر بلا ما هو البصل نديرو كميه صغيره على حسب الكميه اللي راهي عندنا. ندير شويه لازم البصل نقطعه رقيق هاوينا نقطع غير شويه هكا رقيق نقطع بهذه الطريقه. ندير غير كمية صغيرة باسكو الكمية تاع التمر راهي كبيرة غير شوية ونجيب ندير شوية فلفل أحمر فلفل أحمر ندير شوية فلفل أسود فلفل أسود ندير غير مغرف صغيرة وندير عليه شوية الماء
غير شويه تاع الماء باش يكون حامي حليب غير لا الماء يكون عادي الماء يكون عادي الماء عادي خاطر راني حنديرو فوق النار ندير شويه تاع الماء غير باش يتحلي هذاك التمر شغل يذوب لي في هذاك في هذاك الماء ندير غير شويه يقلينا ونضع على النار نخلوه هنايا حتى كي يولي يغلي نولي كشغل نحاول باش نعاونه شويه باش نحركه باش باش يتحلي ويذوب لي هذاك التمر يذوب ويرجع كشغل السائل نزيد نفوتها في رحيوه ولا في طوع كاش هذوك الاخرين تاع التمر هذوك الشوائب هذوك اللي جو نحيهم كاع ونخلط مع هذاك الفطير اللي راني فتته نخلطها معاه ونضيف عليه الزبده نضيف عليه الزبده وكاين اللي يديروا اضافات وقت اخرين يزيدوا عليه العسل العسل الحر ولا اي عسل هذيك اختياري اللي يحب العسل الحر يدير عسل اللي عنده عسل يدير عسل عادي وخلاص الله يعطيك الصحه احنا نخلو الطبق تاعنا هذا الزيت تقريبا كملنا التحضير تاع الطبق برزقان واه كملناه من بعد العمليه راكي وصفتيها لنا وكيفاش الخطوات تاعها حنا نلتقي بعد قليل مشاهدينا باش نكتشفوا طبق برزقان هنا في ولايه تيارت ابقوا معنا ولينا لكم جديد مشاهدينا متابعي قناه التلفزيون الجزائري الدائم في برنامجكم البنه في تحويسه في ثاني موسم لها اليوم رانا في ولايه تيارت وشفتوا كيفاش كانت التحويسه تاعنا وكيفاش كان التحضير تاع واحد من بين اشهر من بين اشهر الاطباق هنا في ولايه تيارت معروف عند العائلات التيارتيه بزاف يقولوا له برزقان شفنا الطريقه البسيطه تاع تحضير هذا الطبق الشعبي والتقليدي شافي امينه يعطيك الصحه اللي حضرتي معنا الطبق وسهرتي باش يكون في ابهى حله تاعه هذا هو برزقان هذا هو خلطنا ذاك التمر هذاك الفطير اللي فتتناه خلطناه مع هذاك الخليط نتاع التمر صحة. ومن بعد نضيفوا له شويه الزبده اي نزيدوا له الزبده ذايبه مفكين هكا نكونوا درنا شويه الزبده معاه كي كنا نخلطوا ونزيدوا له شويه في الاخير من الفوق هكا احنا شفنا شفيا مينا شفنا في الاخير لما درنا التمر درتيه تقله بالزيت ولا بالزبده؟ لا التمر درته بالماء ذوبته في الماء وبعدها قطعنا قبلها كنا قطعنا الفطير تاعنا وبعد تعجنيهم مع بعض كيما شناك ما عجناهش غير هكا خلطناهم مع بعض عمليه سهله يبقى نخلوا هذاك الحبيبات تاع الخبز هذاك تاع الفطير تاعنا يبقى حبيبات ما نفتوهش كاع لا فتتناه كاع يسمى رفيس لا فتتناه كاع محيناه رجعناه دقيق وخلطناه مع التمر يسمى رفيس وكي يبقى هكا يبقى هكا اي قطع هكا يسمى بالرزقان انا لما شفتها قلت هذا رفيس لما شفت بالتمر والفطير تما كاين فرق واه كاين فرق كي نديرو كي من هكا هو بالرزقان وكي ندقوه كاع ونعاودو نفتوه ونعاودو نخلطوه مع ذاك التمر تاعو يرجع نقولوا له رفيس يجي احنا رفيس يديروه نعطيك ثاني الاخر علاش نديرو رفيس كي يروحوا يجزوا الغنم يجزوا الغنم معناتها يقلعوا لها الصوف نتاعها كي يروحوا يجزوا احنا نديرو رفيس يدوه معاهم ياكلوه هذاك اللي جاي يجز ياكلوه وياكلوه اللي يكونوا واقفين ويعاونوا الاخرى يديروا لهم هذا الرفيس على العشره ولا مع القهوه ولا مع لاتاي يحطوا لهم هذاك الرفيس في الموسم تاع الجز يعني نديروا الرفيس هذه معلومه هنا في تيارت ما على باليش بها ورافقتينا الطبق تاع البرزقان مع واش هذه اللي درتيها اليوم؟ هذه التيشة مفلقة صح أنا التيشة عرفتها ومفلقة واش هي؟ مفلقة هو القمح مفلق كيفاش القمح مفلق؟ أنا القمح نعرفه حبة نورمال عادية ندو القمح للرحى ونرحوه خشين وكان في جداتنا والاخرين امهاتنا خدموا بالراحه تاع اليد هذيك تاع القرويشه نقولوا لها القرويشه تقولها القرويشه نقولها القرويشه هنا في اللي زوج حجرات ولوحه يحطوا لا ما يحطوش منها لا كاين هكا كاينه ثقبه يحطوا منها وتقعد الدور يبدا يخرج في الاخرى صح ومن بعد كيفاش يديروا له صح طحنتوه ولا القمح مفلق واش يديرون بعد حنايا شوف نعطيك واسمو على التشيشه حنا التشيشه عندنا شغل نديروها فال في العرس
فالزين تاع العراس نديروها فال في العرس، نديرو كشغل نديروها يومين قبل العرس ولا نعرضوا عليها العائله الافراد تاع كاع العائلات هذاك العريس هذاك نعرضوهم ونديروا عليها نديروا لها نطيبوها. دوك نوريك طريقه كيفاش نطيبوها. وياكلوها قبل العرس بيومين ولا. وكاين حوت يديروا عادات، كاين ناس يديروا عادات، احنا عندنا عادات بزاف في تيارت، كل واحد وعادته، كل واحد كيفاش يدير. يجيبوا هذيك التشيشه غير الفال، يصيروها في خمار ولا تاع مراه كبيره، يغربلوها فيه غير بالخف، ومن بعد هذاك الخمار هي ذيك التشيشه يدوها يطيبوا، وهذاك الخمار يديروا فيه الحلوى ويديروا فيه بعد نديرو التيشه تاعنا هذه نغسلوها بالطبع ونديروها مع الماء والملح، نديروها في الفرش نفورها كي نبغوا نحموها برك نسخنوها نفورها، بصح نطيبوها طياب عادي. هي شوف كل واحد وطريقته في الطهي تاعها. كاين اللي يفورها يديرها في الماء تشرب هذاك الماء مليح مليح، ومن بعد يرجع يفورها ويعاودها كيما الطعام. وهي تجي فيها الزبده، تجي فيها ولا ما تجيش فيها الزبده؟ لا تجي فيها الزبده، تجي فيها الزبده، نديروا فيها الزبده. من بعد اللي نطيبوها ونكملوا الطهي نتاعها نضيفوا لها الزبده، ندهنوها كاع بالزبده. شاف يمين الله يبارك، موسوعه في الطبخ، يبارك فيك، متعتينا وحتى المشاهدين تاعنا تمتعوا. من فريق العمل تمتع بالقصص والعادات والتقاليد تاع ناسنا واهلنا وغاشينا هنا في ولايه تيارت. انا في الاخير دائما ما لازمش ننسى ندوق ندوق، تحس بيني نسيت. انا كنت نسيت. بسم الله. هاد نقول لك حاجه، لازم بالقهوه. بالقهوه ولا لاتاي؟ بالقهوه ولا لاتاي، صح؟ انت جبت لنا البن هنايا. جبتكم البن. بنين بزاف، كما قلت لي صح، الفطر تحس بلي راك تاكل في الفطر. وبنه تاع التمر وشويه هذوك البهارات اللي درتيهم لنا. شوف يمين يعطيك الصحه. بارك الله فيك على التعب تاعك، على الوقفه تاعك، وعلى كل هذا الوصف والتحليل تاع هذا الطبق. عطيتينا بزاف امور اليوم، وحتى عادات وناس كثير. يعطيك الصحه شاف يمينة، وانتم كذلك مشاهدينا يعطيكم الصحه اللي تبعتونا من بدايه العاده تاع نهار اليوم، تحويسه في تيارت والطبق. وانا في الاخير نقول فقط تحيه لجمعيه الخلدونيه اللي عاونتنا لهذا اعداد كل هذه الاطباق الشعبيه والتقليديه المعروفه بها ولايه تيارت. في الاخير كما العاده بلادنا شابه وزينه وواسعه، كل مكان نروحوا ليه وكل بلاصه نجولوا فيها تعرفوا على عادات وتقاليد جميله ورائعه جدا، سواء من حيث اللهجات ومن حيث